ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه ستة أركان. أن تؤمن بالله جل وعلا، هذا هو الركن الأول. ومعنى الإيمان بالله تبارك وتعالى أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. فمن لم يحقق هذه الأركان الأربعة لا يكون مؤمنا بالله جل وعلا إيمانا صحيحا. وجود الله تبارك وتعالى دل عليه النقل، يعني ما ورد في الكتاب والسنة، والعقل والفطرة والإجماع. فوجود الله تبارك وتعالى هو حقيقة الحقائق في هذا الوجود. والذين أنكروا وجود الله تبارك وتعالى من الدهريين السابقين ومن الشيوعيين المعاصرين، فإنكارهم ليس سوى مكابرة، ولكن في حقيقة أنفسهم ووجدانهم هم يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى. حتى إن الملحدين إلحادهم ليس إلحادا صحيحا، فإنهم تنطوي جوانحهم على إثبات خالقهم وفاطرهم، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الأمر مرتكزا في فطر الناس وفي قلوبهم. ففطر الله تبارك وتعالى الإنسان على إثبات وجود الرب الخالق الصانع العظيم. فتؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، وتؤمن بربوبية الله جل وعلا. لم يكن الخلاف بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم في إثبات أن الله موجود، ولا في إثبات أن الله هو الخالق، ولا في إثبات أن الله هو الرزاق الذي يدبر أمر الخلائق. فحتى الكفار كانوا يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يدبر الأمر، وأنه تبارك وتعالى خلق ولم يخلق. فلماذا عبدوا الأصنام والأوثان إذن؟ هم أخبروا عن السبب الذي لأجله عبدوا الأوثان والأصنام. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يثبتون وجود الله، ويثبتون أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه هو الخالق الرازق المدبر لأمر الأكوان، لذلك يتخذون الوسائط بينهم وبينه. فهذا يدل على أنهم لا ينكرون وجوده، ولا ينكرون أنه هو خالق السماوات والأرض، وخالقهم وخالق أصنامهم التي يعبدونها من دون الله. هذه لم تكن العقدة التي وقف فيها المشركون، لأن كثيرا من المسلمين في هذا الزمان وفي أزمان خلت يتصورون أن المشكلة كانت في إقناع الكافرين بأن الله موجود، أو أن الله هو الخالق الرازق المدبر. لم يكن في هذا مشكلة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. هم يثبتون وجود الله، وأنه هو الخالق، وأنه هو الرازق، وأنه هو الذي يدبر الأمر، بل يعبدون الأصنام والأوثان
من أجل أن توصلهم إلى الله رب العالمين. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يتخذونهم شفعاء عند الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن الشفيع يكون في منزلة أقل من منزلة المشفوع عنده، فهم يعبدون الأصنام والأوثان لكي تكون شفعاء لهم عند الله جل وعلا. إذن هذه ليست فيها مشكلة، هذا يسمى بتوحيد الربوبية، وهو توحيد الله تبارك وتعالى بما هو له من أفعاله جل وعلا، ومما ينفرد به دون خلقه جل وعلا. هذا لا ينجي من النار، لأن الكفار كانوا يأتون بهذا، كانوا يثبتون وجود الله وأنه هو خالقهم وخالق الأكوان ورازقهم ورازق الخلق، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وأنه هو الذي يدبر الأمر. ومع ذلك فهم كافرون لما توقفوا عند هذه الحدود، أباح الله دماءهم وأموالهم ونساءهم وديارهم وخلدهم في النار أبد الآبدين. فأين العقدة إذن؟ وما هي المشكلة؟ المشكلة كانت فيما يعرف بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية معناه أن توحد الله بأفعالك أنت، فالربوبية هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال الرب، فتثبت لله تبارك وتعالى الخلق والملك والتدبير. وأما توحيد الله تبارك وتعالى في الألوهية فهذا توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العبد، يعني لا تصرف شيئا من ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لغير الله جل وعلا. فمن صرف شيئا من ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لغير الله فهو مشرك بالله جل وعلا، يعبد الله ويعبد معه غيره. والله تبارك وتعالى يقول عن نفسه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن جعل معي شريكا وكلته إلى شريك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فالذي يشرك بالله تبارك وتعالى يحبط الله تبارك وتعالى عمله ولا يقبله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك لا يغفر. ومن لقي الله تبارك وتعالى مشركا فإن الله لا يغفر له شركه ويخلده في النار أبد الآبدين إلا الشرك. وأما ما دون الشرك مهما عظم من ذنب وخطيئة وإثم، فإذا لقي الله تبارك وتعالى العبد وعنده من هذه الخطايا ما عنده فإنه لا يخلد في النار ويكون تحت المشيئة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى إن شاء أن يغفر له وألا يدخله النار أصلا فعل، وهو الغفور الرحيم. وإن شاء أن يحاسبه وأن يعذبه على ما اقترف من السيئات والذنوب في النار عذبه، إلا أنه لا يخلده في النار، فلا يخلد في النار من مات على أصل لا إله إلا الله، لا يخلد في النار موحد أبدا، كما أنه لا يدخل الجنة مشرك أبدا. فإذا موطن النزاع بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم في هذه المسألة، في صرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده. هم كانوا يعبدون الله، الكفار كانت عندهم عبادات لله تبارك وتعالى، ولكن لهم عبادات أيضا لأصنامهم وأوثانهم. كانوا مثلا يحجون، الكفار كانوا يحجون وظلوا يحجون إلى أن فتح الله تبارك وتعالى مكة ومنع المشركين من قربان البيت الحرام، وصار الحج إسلاميا كما فرضه الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء كانت لهم عبادات، بل كانوا يحبون الله ويحبون مع الله تبارك وتعالى سواه، وكانوا يطوفون بالبيت، والطواف عبادة، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فهم يتخذون مع الله تبارك وتعالى شركاء، ويزعمون أن هذه الأوثان التي يعبدونها إنما هي مقربة لهم إلى الله تبارك وتعالى،
وهي شفعاء لهم عند الله رب العالمين. فأحبط الله أعمالهم وأباح دماءهم وأموالهم وأرضهم ونساءهم ودورهم وخلدهم في النار أبد الآبدين، لأنهم أشركوا بالله رب العالمين. إذن موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه كان في صرف العبادة لله تبارك وتعالى. هو يأمرهم أن يجعلوا جميع ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لله، فيقول: قولوا لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله، الإله هو الذي يؤله، يؤله يعني يعبد، فالإله هو المألوه يعني هو المعبود. إذن معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إن لم تقل بحق وقعت في أمر كبير، لأنك لو قلت لا معبود إلا الله بإطلاق سيقال لك هناك آلهة تعبد من دون الله. حتى في هذا الأوان في الهند يعبدون الأبقار من دون الله جل وعلا، وفي إفريقية في أوساطها وفي الأدغال يعبدون من دون الله تبارك وتعالى مخلوقات ما أنزل الله بها من سلطان. وفي الديار الإسلامية كثير من الناس يعبدون الأولياء من دون الله جل وعلا، فيخافون منهم وهم أموات في قبورهم كما لا يخافون من الله. يعني إذا قيل للواحد منهم احلف بالله جل وعلا يمضي في الحلف كالسكين في قطعة الزبد لا يتوقف، وإذا قيل له احلف بالولي الفلاني اضطربت رجلاه وارتعدت فرائصه وأبى ورفض أن يحلف بالولي لأنه يخاف منه، يقول سيصنع ويصنع ولا يخاف من الله جل وعلا. فهناك آلهة تعبد من دون الله، بل إن الهوى يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ فكثير من الناس يقدم هواه على أمر الله فيكون عابدا لهواه من دون الله جل وعلا. فإذا لم تقل لا معبود بحق إلا الله وقعت في التناقض، لأنه سيقال لك هناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله إذا قلت لا معبود إلا الله. فإذا هذه المعبودات كلها هي الله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ومعنى هذا أن تأتي بالتخلية والتحليل، أن تأتي بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله. فينبغي عليك أن ترفض وتنفي استحقاق كل من يعبد من إنسي وجني وملك وحجر وشجر ومضر. ينبغي أن تنفي استحقاق العبادة عن كل من وما دون الله جل وعلا، وأن تثبت العبادة لله رب العالمين وحده. هذا معنى لا إله إلا الله، يعني اجعلوا العبادة كلها لله، لا تجعلوا لأحد سوى الله في العبادة شيئا لا من ظاهر ولا من باطن. هذا ما فهمه المشركون. المشركون فهموا معنى لا إله إلا الله، وكثير من جماهير المسلمين بل كثير ممن يتصدرون إلى الدعوة إلى رب العالمين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. فيقول لك يعني لا إله موجود إلا الله، لا إله حاكم إلا الله فالحاكمية لله، لا إله صانع إلا الله، لا إله رازق إلا الله. وليس كذلك معنى لا إله إلا الله. الكفار فهموا المعنى فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ معنى لا إله إلا الله ألا تعبد إلا الله، وأن تفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له، ولا تشرك بالله تبارك وتعالى في العبادة أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا حجر ولا شجر ولا شمس ولا قمر، لا تعبد إلا الله. هم فهموا هذا فاعترضوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله. في هذا العصر
تجد كثيرا من المسلمين إذا سألت الواحد منهم ما معنى لا إله إلا الله لا يعطيك جوابا صحيحا. معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وهي نفي وإثبات، تخلية وتحلية، ولا بد أن تأتي بهذين الأمرين معا، وإلا فإنك لا تكون موحدا. وهذه الدعوة أرسل الله تبارك وتعالى بها جميع النبيين والمرسلين، فكل الأنبياء قالوا لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله تساوي لا إله، غيره تساوي إلا الله، فهي نفي وإثبات أيضا. هذه هي الحقيقة التي لأجلها خلقنا الله جل وعلا. فلا بد من أجل أن تكون آتيا بالإيمان بالله تبارك وتعالى، هو الركن الأول من أركان الإيمان، أن تؤمن بوجود الله جل وعلا. وهذا لم يماري فيه أحد، والذين قالوا ما قالوه من الدهرية السابقين ومن الشيوعيين المعاصرين غير جادين فيما يقولون. أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بربوبيته، وأن توحد الله في الربوبية، بمعنى أنك توحد الله بأفعال الله، فتثبت له الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، وليس له شريك في شيء من ذلك جل وعلا. الذي وقع فيه الخلاف هو توحيد الألوهية، وهو أن تكون عباداتك كلها لله جل وعلا، أن توحد الله تبارك وتعالى بأفعالك أنت، بألا تصرف شيئا من ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لغير الله جل وعلا. هذا هو الذي لأجله خلق الله السماوات والأرض، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وقامت سوق الجهاد بين أهل الحق وأهل الباطل، وجند الرحمن وجند الشيطان. ولأجله خلق الله الجنة والنار، ولأجله يقيم القيامة، ولأجله تنصب الموازين وتتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام، وآخذ بشماله من وراء ظهره، من أجل لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما كما يقول المفسرون والعلماء إلا ليوحدوني، ما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدوني، إلا ليعبدوني، ويصرفوا جميع ألوان العبادة لله جل وعلا. والعبادة معنى واسع يشمل جميع حركة حياة العبد في ظاهره وفي باطنه، في صحوه وفي نومه، في حربه وفي سلمه، قيامه وقعوده واضطجاعه، في جميع حالاته تشمله هذه الصفة، وهي صفة العبودية. والعبودية معنى عام يدخل فيه جميع الخلائق، من بر وفاجر ومؤمن وكافر، الشياطين هم عبيد لله تبارك وتعالى، بمعنى أنهم مربوبون، مسخرون، مقهورون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأما العبادة فهذه للصالحين المخلصين الأتقياء البررة الناصحين، فهذه تأتي بها أنت. وأما أنك عبد فأنت عبد، مهما تمرت فأنت عبد وموصوم بهذه الصفة. ولكن العبودية الحقة أن يكون الإنسان جاعلا ضميره وباطنه، كما يجعل جوارحه وظاهره، في طاعة سيده ومولاه، لأن الدين إنما جاء لأمر واحد، وهو إخراج العبد من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه. الدين في جملته له مقصد، ما هو هذا المقصد؟ أن يخرج العبد من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه، فهذا معناه ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معناه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر قريب، ليس فيه تعطيل وليس فيه غموض، لأن كثيرا من الناس يخاف من الدين، يخاف من الدين لأنه يعتقد أنه معقد وأنه لا يفهم. لا، الدين في أصله يسير سمح، لا حرج فيه ولا مشقة ولا عنت، وإنما عقدته الآراء والأفكار والنظريات، عقدته المذاهب
وعقدته الاتجاهات وعقدته الجماعات، فاجتزأت وبنت صروحا على أمور قد تكون جزئية. وأما الدين في أصله فسمح سهل قريب ميسر، وإلا ما قامت حجة الله على خلقه في أرضه، لأن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يقيم الحجة على خلقه في أرضه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا جاءوا يوم القيامة وقالوا ما جاءنا من نذير، كذبهم الله عز وجل اللطيف الخبير، وشهد عليهم الشهود بأن الله أرسل إليهم الرسول وأنزل عليه الكتاب، فتنقطع حجتهم. فلو كان الدين معقدا صعبا لا يفهم ولا يستطيع الإنسان أن يلتزم به لقامت حاشا لله حجة خلقي على الخالق العظيم، وهيهات. إذن فالأمر سهل، الدين يسير، من أيسر ما يكون، يسره الله تبارك وتعالى. ينبغي عليك أن تصرف العبادات الظاهرة والباطنة لله وحده، وأن تأتي بهذه العبادات على وفق ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين. فالدين معناه ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا يساوي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتنتهي المسألة. والتعقيدات التي يأتي بها كثير من الناس حتى في العبادات، في العبادات الأمات الكبيرة، فعبادة الصلاة وفريضة الصلاة أكبر الفرائض في دين الإسلام بعد الشهادتين، وكثير من الناس يعقدها تعقيدا لأن الآراء والمذاهب والأقوال والتعقبات والردود دخلت في كل شيء. فصار الإنسان إذا أراد أن يصلي لله تبارك وتعالى يجد الاعتراض من كل صوب، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم علم الأصحاب الصلاة في مجلس واحد، في مجلس لا يطول. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر يتجه إلى القبلة، فإذا أراد أن يسجد رجع القهقرى ثم يسجد في أصل المسجد، فإذا فرغ من السجود صعد المنبر يصلي أمامهم على مكان مرتفع ليراه الجمع كلهم. فلما فرغ من الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فتعليم الصلاة بالطريقة العملية على النحو السني المعتبر في الكتاب والسنة في مجلس واحد، في مجلس لا يطول، لأن الرجل دخل فصلى بين يدي الرسول فلم يحسن الصلاة، قام وقعد وركع وسجد وكان متعجلا لا يطمئن في الصلاة، فلما فرض سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى كما يصلي كثير من الناس اليوم، يصلون ويذهبون إلى المسجد، وربما يتعنى الواحد منه ويقوم من أجل أن يشهد الصلاة، صلاة الصبح في المسجد، ويخرج في الحر وفي البرد وفي مشاق الطريق، وهو صلى عند نفسه ولم يصلي عند ربه. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى أول مرة، فلما فرغ قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقام فصلى كما صلى في المرة الثانية، فلما فرغ قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله والله لا أحسن غير ما رأيت، هذا مدى علمي. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام فصلى كما علم، قال افعل كذا وكذا وكذا، فقام ففعل، لم تأخذ وقتا، وصحح له الأمر لينقذه من النار كما سيأتي في الحديث، فقال افعل كذا وكذا فقام ففعل. فلما فرغ من الصلاة وانصرف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إنه لو بقي على ما كان عليه لدخل النار، لم يصلي. فينبغي على الإنسان أن يتعلم كيف يصلي، على أي طريقة؟ على الطريقة العملية. كثير من جماهير المسلمين لا يشاركون في العلم ولا يطلب منهم أن يشاركوا في العلم. الأمة لن تكون جميعها من طلاب العلم ولا من العلماء، هذا العقل يرفضه. جعل الله للناس صنائعهم، وجعل الله تبارك وتعالى للناس حرفهم، وجعل لهم وظائفهم،
وأقام كل إنسان فيما يحسنه وهو عابد لربه في عمله لو اتقى الله فيه وأخلص فيه النية. فمهما كان عمله ما دام حلالا مأذونا به من الشرع فهو عبادة لله إذا كانت عنده نية صالحة فيما يأتيه وما يترك. فالأمر قريب، وهذا يضرب في الحياة بسهم، وهذا يضرب في الحياة بسهم. ومن أقامه الله في تعلم العلم الشرعي الذي هو فرض كفاية ليعلم إخوانه من المسلمين فهذه طائفة من الأمة. ليست الأمة كلها تكون كذلك، ولا يطلب منها أن تكون كذلك، ولكن يطلب منك بعينك قدر من العلم، إن لم تأتي به تكون قد خالفت الفرض ووقعت في المحرم، وحينئذ لا تصح عبادته ولا يصح دينه. إذن العلم على قسمين: القسم الأول فرض عين على كل مسلم مكلف، ما دام مكلفا عقله معه وقد تجاوز الحلم فإنه حينئذ يجب عليه قدر من العلم، ينبغي عليه أن يتعلم. ما هو؟ العلماء يقولون: ما لا يصح الواجب إلا به فهو واجب، يعني أوجب الله عليك الصلاة، هذا لا خلاف فيه، معلوم من الدين بالضرورة. كيف تصلي؟ يجب عليك أن تتعلم كيف تصلي وجوبا عينيا كوجوب الصلاة، إن لم تأتي به بطلت صلاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي لم يحسن الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أنت لم تصلي، مع أنه يصلي في أشرف وقت وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي بين يدي النبي وبمحضر منه، ومع ذلك لأنه كان مسيئا في صلاته لم يعتد بتلك الصلاة، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. إذن يجب عليك وجوبا عينيا كما تجب عليك الصلاة أن تتعلم كيف تأتي بالصلاة، وكذلك الصيام، وكذلك الزكاة لمن ملك النصاب وحال عليه الحول، وكذلك الحج لمن نوى، لأن كثيرا من الناس يذهبون إلى الحج ويعودون ولم يحجوا، يبطل حجهم وهم لا يعلمون، ويقع ما يبطل الحج والمسكين قد أنفق وغامر وسافر وترك أهله وجاب البحار أو امتطى الرياح إلى غير ذلك من المشقات، والحج فيه مشقة، ومع ذلك رجع ولم يحج، ويجب عليه أن يستأنف الحج من قابل وجوبا لأنه لم يحج، لأنه جاهل بما ينبغي أن يأتي به في حج. فمن نوى الحج وكذلك العمرة وجب عليه أن يتعلم كيف يحج وكيف يعتمر، ليست هي بنزهة ولا برحلة خلوية وليست بسياحة في الأرض، إنما هي عبادة، والعبادة ينبغي أن تكون منضبطة بالشرع، لأن كل عبادة من أجل أن تقبل عند الله لابد أن يتوفر فيها شرطان: الإخلاص أن تكون خالصة لله، والاتباع أن تكون على حسب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يفعل أمورا من أمور الخير ولكنه لا يعرف كيف يفعله فيضيع عليه أجرها، وهذا خطر كبير. فيجب على الإنسان أن يتعلم ما فرض الله عليه تعلمه. ما هو؟ ما لا يتم الواجب إلا به. انظر إلى الواجب الذي أوجبه الله عليه وهذا يتغير. الصلاة مثلا لا تسقط، الحج في العمر مرة واحدة وهو على التراخي، الصيام شهر في العام، الزكاة قد يعيش الإنسان فقيرا لا تجب عليه زكاة في شيء يملكه إلى أن يموت، يعني ليس عنده من المال ما يبلغ النصاب ولا يحول عليه الحول، فحينئذ لا يجب عليه زكاة. ولكن إذا تعرض العبد للمعاملات في البيع والشراء والأخذ والعطاء والإجارات والشركات يجب عليه أن يتعلم من الفقه بطريقة سهلة ميسرة قريبة ما يحفظ به معاملته في المال، بحيث لا يكون ما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولا إلى أكل الحرام والسحت، ولا إلى التورط في الشبهات، ولا إلى أخذ مال بغير حل
ولا إلى أخذ أموال الربا إلى غير ذلك من هذه الأمور. يجب على الإنسان أن يتعلم ذلك إذا تعرض للبيع، فإذا لم يتعرض لبيع ولا شراء لا يجب عليه وجوبا عينيا، فإن تعلمه فهو خير وإلا فإنه لا يسأل عنه. إذن يجب علينا أن نجتهد في معرفة ما أوجب الله عليه. نرجع للمسألة الأصلية، الإيمان بالله أن تؤمن بوجوده وأن تؤمن بربوبيته، وهو توحيده بأفعاله من الملك والخلق والتدبير والإحياء والإماتة وما أشبه، وأن توحد الله تبارك وتعالى في ألوهيته، وهذا هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العبد، فلا تصرف شيئا من ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لغير الله جل وعلا. صلاتك لله وزكاتك لله وحجك وما هو دون ذلك نذرك لا يكون إلا لله، لا يصح أن تنذر لغير الله جل وعلا، وكذلك لا يجوز أن تذبح لغير الله، الذبح لله، لأن من ذبح لغير الله تبارك وتعالى خرج من الملة باتفاق العلم، فالذبح من العبادات العظيمة التي ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى، وكثير من الناس قد لا يعلم هذا فيذبح لغير الله تبارك وتعالى، وهو يتقرب بهذا لله تبارك وتعالى بزعمه، وهذا من الأخطاء العظيمة في دين الله جل وعلا. فالإنسان يوحد ربه بأفعاله هو. آخر ما يتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى هو الإيمان بأسمائه وصفاته، تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله كما ينبغي لكماله وجلاله وجماله، من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل، لأن هذا الباب زل فيه أقوام، وكثير من الناس ليس عنده علم صحيح بأسماء ربه وصفاته، فلا يعلم على الحقيقة من يعبد. كثير من الناس يعبد المطلق، يقول هو القوة العظيمة المسيطرة على هذا الكون، هي القوة الفاعلة في هذا الوجود، ليس كذلك. الله تبارك وتعالى له صفة القوة وله صفة القدرة وله صفة الإرادة، ولكن له صفات وله أسماء وله أفعال، وينبغي أن تعرف من ذلك ما يصح لك، لأن الله بيّن لنا في الكتاب العزيز أنه خلق 7 سماوات و7 أراضين، وجعل الأمر يتنزل بين السماء والأرض قدرا وشرعا من أجل غاية بيّنها الله تبارك وتعالى. قال الله خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. يعني خلق السماوات 7 والأرض 7 وجعل الأمر يتنزل بين السماء والأرض قدرا وشرعا من أجل أن نعرفه بأسمائه وصفاته، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فهل أنت تعرف ربك؟ ما هي أسماؤه؟ وما صفاته؟ وما هي أفعاله؟ وهل حررت هذا على أي لون من ألوان التحرير؟ الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل أثبتت صفة السمع وصفة البصر؟ لو أنك آمنت بسمع الله وبصر الله تبارك وتعالى لتغيرت حياتك، وهاتان الصفتان فقط من صفات كمال وجمال وجلال ربنا جل وعلا، صفتان فقط، صفة السمع وصفة البصر، يعني أنك لا تغيب عن ربك أبدا، يراك حيث تكون وأينما تكون ويسمعك مهما أسررت ومهما أخفيت، ويعلم السر وأخفى. لو آمنت بهذا صحيحا وأنت تؤمن بأن الله يراك، هل تقع على المعصية وهو يراك؟ إن فعلت وأنت مؤمن بأنه يبصرك ويراك فليس له عندك من القدر ما يحجزك عن المعصية وهو يراك، لأنك لا تفعل ذلك مع الرجل من قومك. يعني اختر رجلا من قومك، من أهلك، من أقاربك، ممن يكون له حيثية وجاه ومكان،
هل تستطيع أن تأتي الفاحشة مثلا أمامه وتحت نظره؟ لا تستطيع. فأنت لا تجعل ربك كالرجل من قومك، هو يراك وهو يسمعك أيضا. أنت تتجمل في السمع في الكلام حتى لا يسمع الناس منك ما يسوءهم ومما هو فاحش من القول، ولكن الله يسمعه. الله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وما هو أقل من ذلك، يسمعه الله جل وعلا، والله يرى كل شيء. فلو آمنت بالصفتين فقط من صفات الله جل وعلا إيمانا صحيحا تغيرت حياتك فيما يتعلق بالمعاصي والذنوب ومعاملة الخلق، لأنك تتعامل أحيانا مع الناس إذا أمنت ألا يشهد عليك أحد، ألا يراك أحد، تتعامل بلون من ألوان الطلاقة وتأخذ حريتك، والله عز وجل يراك وسيحاسبك، وكل مكتوب مسطور عليك. فالأمر يرجع في النهاية إلى أن نتعلم ما هو واجب علينا تعلمه من دين الله. العلم ذا لا يحبه إلا الذكران من الرجال، المخنثون لا يحبون العلم، يكرهونه وربما حاربوه ولم يقبلوا عليه، هذا خطأ كبير. ينبغي عليك أن تتعلم من العلم الذي فرض الله تبارك وتعالى ما لا يصح دينك إلا به. لابد أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته، ولابد أن تعرف كيف تعبد الله تبارك وتعالى كما جاء بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي علينا أن نفيق، العمر يمضي والموت يأتي بغتة، وإذا لقيت ربك تبارك وتعالى على الجهل به وكان العبد الأبعد مشركا بالله جل وعلا فهو الخلود في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله الله في أنفسكم أيها الأحب، اتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسكم، تعلموا أمور دينكم مما يلزمكم تعلمه، ولا تمكنوا من أنفسكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.